كاتا بريفيات راني نحيت الكاسكيطا باش تفرقوا بين لي دو فيديو اللي شفناها تاع لي زافونتاج وهذه تاع لي زانكونفينيون تاع لا فيات 500. ان شاء الله تكونوا شفتوا الاثنين باش تحسنوا الاختيار. ولا ما شفتش تاع لي زافونتاج نحطها لك الفوق هكذا تشوف المزايا تما كنا غير نمدحوا فيها ونقولوا الحفايس الملاح اللي فيها. اليوم نقولوا العيوب والحوايج اللي ماشي ملاح اللي فيها. وكاين لا فيديو توتال تاع لا بريزونطاسيون تاعها باسكو في الفيديو هذه واللي بعثتكم ليها الفوق تلقاو غير حوايج بيان ديتاي يعني ما نشوفوهاش جلوبالمون وكامل السعر تاعها والحكايات هذيك تلقاوها في لا بريزونطاسيون تاعها لا بريمير فيديو اللي درناها هاني نحطها لكم الفوق. فوالا هكذا يكون عندكم كامل المعلومات على السياره وما تسحقوش كامل لي كوميرسيال كما قلت لكم في الفيديو اللي فاتت. هيا نروحوا نشوفوا واش فيها كم عيوب لا فيات 500 تاعنا في لي شوروم الجزائري. دونك باش نتكلموا على العيوب تاع لا فيات 500 تاعنا درت لكم اللون كيما نحيت الكاسكيطه باش ما يتلفولكمش لي دو فيديو. الوغ نبداو بنفس الشيء كيما في الاخرى هضرنا على المحرك كوم المزايا الاولى انه ما يكونسوميش بزاف. هنا العيب تاعو انه 3 سيلندر وهاجين الناس تخافوا. العيب ماشي في هذا المحرك ممكن احنا ما نعرفولوش ممكن يعني اون تكنولوجي اللي مازال ما لحقولهاش بزاف لي ميكانيسيان تاعنا ما تعاملناش بها بزاف دونك من هذه الناحيه الناس تخافوا شويه. العيب هو انه ما جابولناش دوطرو موتوريزاسيون سي لا سول لي متوفره حد الان في هذه السياره. كنا حابين نشوفوا لو 1.2 مثلا ولا واحد اخر. دونك فوالا هذا سي لو برومي انكونفينيون. لو دوزيام سي عندنا بور لو مومون دو بيتيت فينيسيون وحنا شفنا في الفيديو اللي حطيت لكم الفوق بلي كاين بليزور فينيسيون اللي تقدر تخرج على كل واحد فينا صح. نشوفوا دوطر زانكونفينيون للسياره تاعنا وهو لو في اللي فيها دو بورت. كنا قادرين نجيبوا لا اكس ما بون كاين لا اكس مي هذه فيها دو بورت. واش هو العيب اللي فيها؟ لاكسي لاريير معناتها كي تحب تركب معاك اربع اشخاص خلينا من الضيق اللي كاين في الخلف دوك نجوله. دوك من ناحيه انه لو كان تكونوا اربعه اشخاص واللي حب يحبط يكون اللور لازم يديرونجيك انت ولا يديرونجي الباساجي تاعك تواسيو هكذا تحبطوا من السياره باش تخلوه يجوز. يعني كل يوم لازم دير حسابك باللي اللي حيحبط الاول لازم يكون راكب هنا. هذه نوع من لو ديزافونتاج يعني لي زانكونفينيون تاع السياره بالعلم انه في الجزائر عندنا عائلات اللي تكونوا عاده من اربعه خمس اشخاص واكثر يعني قليل وين عندنا لي بتيت فامي. دونك هذه تليق يعني بلي نوفو كوبل ولا بلي فام وحدهم ولا اللي ما يحتاجوش بزاف لي بلاص اريير. دونك من غير هذا معنا لوفي اللي الخلف حديت ولا حارت. شوف لي بلاص قد منهم والكرسي ماهوش مدني مليحه يعني كي يركب شخص تقريبا عادي شوف البلاصه اللي خليها لك باش يركبوا شخصين في الخلف. وايضا ما عندناش سجاج ما يتحلش دونك ما عندناش ازرار ولا حتى يداوي باش نفتحوا الزجاج الخلفي تاعنا. عاده هكذا في لي دو بورت بصح كاين على الاقل كيما في الساكسو تاع بكري ولا تشفى اون بتيت ان بتي ميكانيزم لهيك طبعوا هكذا وتفتح الزجاج يخلي شويه يدخل الهواء هنا هذاك وما كاش. صح نعاودوا نولوا من برا نزيد نشوف لكم شويه عيوب. كما قلت لكم من قبل عيب من العيوب هو انه جابوا لنا غير هاد لا فينيسيون يعني سي تان ديزافونتاج ماشي عيب مي كاين واحد اخر اللي ما يحبش الكروم بزاف يقول لك بلينك بلينك تاتير لاتونسيون كيما في هذه ما تبانش بزاف لانه اللون تاعها فاتح. شوف في الغوش كيفاه يبان بزاف الكروم في الكحل ما نحكي لكمش. بصح لو ديزافونتاج سي كو كاين ان طوا يشبهها بزاف بصح سي ان طوا بانوراميك. كنا حابين لو كان يكون اوفرون واش خسرنا وما نزيدو نفتحوها شويه بانوراميك واش نستعملوه حنا يعني تنحيلو فقط هذاك لو ريدو اللي هو ان بار سولي باش تقدر تجوز لك شميسه. لو ريدو هاوليك هذا مكان هذا واش تقدر دير يروح وحده على كل حال. دونك هذا بور موا سي ان انكونفينيون واحد اخر. الوغ خلينا نعاودو نولو للداخل تلاحظ باللي شوية مونوتون وشوية تريست الداخلية تاعها حزينة. عندك إلا هاد القطعة بلون السيارة اللي شوية تشبهها. راح تلاحظوا بلي الأشياء اللي كانوا ممكن يبانوا أفونتاج لهيك مثلا الصغر تاع السيارة هنا يولي أنكونفينيون. نقول لك بلي الصغر تاع السيارة هذه ما يسمحلهاش تمشي مليح في لوطوروت سي تون سيتادين ولا ميني سيتادين. لو كان يجوز قدامها سومي رومورك ولا تجوز على حفرة وهي تمشي 120 كيلومتر في الساعة ممكن ما تشدش مروحة مليح. يعني سا ديبون قلت لك تقدر تشوف الكأس يعني النصف الممتلئ من الكاس ولا النصف الفارغ من الكاس. هنا انا نهضروا على النصف الفارغ يعني نفس الشيء نقول لك عليها افونتاج وانكونفينيون وانت جوجي. دوك مليحه كي تكون صغيره لو كان انت تمشي بها في لافيل ماشي مليحه لو كان صغيره ولا انت دير بزاف لي لونطراجي. دوك هكذا انت جوجي هكذا. دوك هذه الداخليه ما تعجبش ما كان الكوير ما كاين لونين في لي سياج في الابواب نفس الشيء قماش لهيك والبلاستيك بارتو بارتو تعاود تلقاه حتى هنايا. هاد الشيء شويه ناقص هاوليك بارتو بارتو بالبلاستيك ما تعجبش بزاف. هاد الشيء في السياره كنا حابين يشبحوها لنا شويه باش كي تركب في سيارتك تفرح تحس ب مانيش عارف شويه شبح زياده. خلينا في داخليه السياره بما ان بداخل لو فيكول تاعنا ما نهضروش على مثلا الكونتور هذا اللي فيه واش نقول لك مش
تمشحيح شويه يعني حطوا لنا كلش في دوائره واحده لا فيتاس باش تشوف ديجا انا يتبان لي بلي تتلف لك بين لا فيتاس وهنا التور مينوت وهنا ايكرون يعطيك بعض المعلومات يعني هي صح صغيره ما عندوش وين يدير لي زوج مي كاين. المهم هذا خلينا منه، هذه مثلا كيما تاع السيارات القدم خلينا منها، لو في اللي ما عنديش هنا لومبا خلينا منه، يعني ماشي هادو اللي حركز لكم عليهم هكذا باش نتفاهموا. انا مثلا عندي هذا ليكرون حبيت نهضر لكم عليه، قلنا لافونتاج تاعو البلوتوث وسات بوس وتكونيكتي به تليفونات في الفيديو الاخرى. المهم ما عندكش لي زاد فلا كوندويت، وهاد السياره قلنا مخصصه يعني سورتو للنساء والاشخاص اللي هادو يبداو يسوقوا بالك لي نوفو كوبل السياره الاولى تاعهم، يعني لازم تعاونهم في السياقه. مثلا لي ديتيكتور افون اريير لا كاميرا كيف عندي ايكرون ما درتليش كاميرا، كاميرا ارخص عضو في هذا السيستم نورمالمون، خلاص ليكرون درتو كاميرا ما تستقاملكش بزاف، على الاقل تساعد النساء في السياقه ولا يعني كاين دي زوبسيون انا دايرينهم فيها. مثلا كبرنا لها لي جونت، درنا لها لي زونتي برويار، هادو يسواو اغلى مثلا من الكاميرا اللي كنا قادرين نديروها لها. مانيش نقول لكم بلي ما يعرفوا شي خير ومانيش نقول لكم بلي نعرف خير منهم، ولكن بما انه داروا هذا لو سيستم سهل انك تضيف لها كاميرا، يعني هما اليوزين حنا بالك باش نضيفوا لها كاميرا لازم لنا ان موديول نزيدوه باش تطلع الكاميرا تاعنا على هذا ليكرون اكسيتيرا. صح اخر شيء هو الضيق في السياره وخاصه في الصندوق الخلفي، نروح نشوفوه مع بعض توت سويت. الوغ بسم الله لحقنا لو كوفر، اللي حاب يشوف التفاصيل هادو كامل انا درناهم في لا بريزونطاسيون داكور لا فيديو اللي وريت لكم في الاول. دونك حنا كنا قادرين نزيدو اون بيتيت كاميرا سي تو اللي كنت نهضر لكم عليها لداخل، وتتريقل لنا مع لو طابلو هيكا لو ليكرون هيكا و سي بون. الوغ بسم الله نلاحظوا باللي الصندوق الخلفي لا يعني لي با مال، يلي با مال يقدر يجيب لك دو فاليز عادي كبار، دوزان تاع البيبي عادي، زياده على يعني كنت حنشوفو كومان ان انكونفينيون. هو صح صغير سا ديبون تا واش تمشي معاك كي تفواياجي اكسيتيرا، بصح شفنا هذاك لافونتاج تاع ترقد هذا الكرسي باش يولي عندك كبير، بصح الانكونفينيون هو ولا رقدت هذا ديجا ما يتقسمش، ولا رقدت واحد معناتها ترقدهم في زوج معناتها تبحر زوج بلايص تاع الخلف، لازم تكونوا غير زوج باش تدو معاكم بزاف باكاج، ولا زدتو ان تروازيام ما تقدروش تزيدوه، ولا زدتوه معناتها الدوزان كامل يجوا في لامال وفي هذا الكرسي. مانيش عارف ولا تبعتوني، ما نقدرش نحبط واحد ونخلي واحد باش نركب ثلاث اشخاص ونعمر هادو كامل بلي فاليز، صوف ولا حطيت لي فاليز ديريكتومون هنايا، مي كي تحب دير حاجه طويله منا للهيك لازم ترقد الاثنين. فوالا لو كوفر تاعنا، شوف هذه شوف شحال فيها، راح تسرعكم الشمس دون لو كاوين تكون تجي من الخلف، تضربك من الخلف في الطريق، السياره راح تضرك شويه. فوالا بهذه نكون ختمنا كامل لي زانكونفينيون نتاع السياره تاعنا تاع اليوم. فوالا لي زامي دونك اليوم شفنا لي زانكونفينيون تاع لا فيات 500 تاعنا، دونك بدلت لكم لا كولور كيما قلت لكم ما تشبهش الاولى، جيسبيغ اون افي لو تو، نقدروا كيما العاده نكونوا نسينا واحد ولا اثنين، ما ننساوش باللي الانسان ينسى وهذا سي تو تافي نورمال. فوالا جيسبيغ عجبتكم لا فيديو تاع اليوم، سي سي لو كان نوبليي با دو فوز ابوني باش يزيد الحقكم جديد، لي سان بوس بلو صافي توجور بليزير، سيتي تو بور موا، سيتي لوت فيديو هذا سي دانيال.